مقدم على الوطن. الدين مقدم على ماذا؟ على الأراضي. ولكن يا إخوان الحزبية تعمي وتصم. أي لا يثقله ولا يكثره ولا يثقل كاهله سبحانه وتعالى، وهذا يناسب القدرة والعلم. طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد استمعت لصوتية لفواز بن علي المدخلي أصلحه الله وهداه، وهو يتكلم عن صفة أو عن قول الله تعالى ولا يؤوده حفظهما، فذكر أنه لا يثقل كاهله، يعني حمل العرش لا يثقل كاهله، ولا يؤوده حفظ السماوات والأرض لا يثقل كاهله سبحانه وتعالى. هكذا زعم أن الله عز وجل له كاهل، وهذا باطل من فواز المدخلي، فإن الله سبحانه وتعالى لا يثقله حفظ السماوات والأرض، هذا حق وقد تكلم به المفسرون، لكن لم يقل أحد منهم أنه لا يثقل كاهله. فالكاهل لله عز وجل لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في قول صاحب ورضي الله عن الصحابة، ولا مما أجمع عليه العلماء أصلا، ولا أعلم ذكره، ولا أعلم أن عالما ذكر هذا من صفة الله أن له كاهلا. فهذه من اختراعات فواز المدخلي، وهذا باطل وضلال. والذي له الكاهل وله علاقة بقضية العرش هم الملائكة، فالملائكة يحملون العرش، أما الرب فهو فوق العرش سبحانه وتعالى، فلا علاقة لذكر الكاهل هنا أصلا في نسبة الأمر إلى الرب عز وجل، فضلا عن أن هذا لم يرد أصلا في وصف الرب سبحانه وتعالى. لذلك على هذا الرجل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يترك الكلام بجهل. وهذه ليست المرة الأولى، فهو كثير التخبط. مرة يقول إن الله ليس من أسماء الله، وهو ذكر في نفس الكلام أنه من أسماء الله. والله أظن حتى جدتي ما تقول بهذا القول لو أنها حية. وكما قال العلماء لفظ الجلالة أعرف المعارف، وهو مشتق وليس جامد على القول الصحيح، وبقية الأسماء الحسنى تنسب إليه وترجع إليه، ولذلك قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، فلم يذكر من الأسماء الحسنى إلا لفظ الله الجلالة. بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ بلفظ الجلالة الله. وأما معناه فكما عرفه ابن عباس رضي الله عنهما قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وعلى هذا فإنك تقول الرحمن الرحيم العليم الخبير ونحوها من أسماء الله الحسنى، ولا تقول الله من أسماء الحسنى، لا تقول الله من الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى لفظ الجلالة الله، لكن بقية الأسماء تقول الله الرحمن الرحيم العليم الخبير من أسماء الله الحسنى. ولذلك جاء في الحديث إن لله 99 اسما، فلم يذكر في هذا الحديث إلا لفظ الجلالة الله. والله أظن حتى جدتي ما تقول بهذا القول لو أنها حية. شيخ عندي سؤال لحضرتك،
من كثرت أخطاؤه في العقيدة هل يدرس عليه؟ لا. الله يحفظك بارك الله. مثلا الذي يقول أن الله ليس من أسماء الله الحسنى. ها؟ الذي يقول أن الله ليس من أسماء الحسنى. الله ليس من, ليس من أسماء الحسنى. ومن أسماء إيه؟ من أي أسماء؟ الله أعلم يا شيخ. مثلا كمثال يا شيخ. سفاهة هذه، هذا كلام خطير جدا. الله لكن لا يحسن التعبير ولا يحسن الكلام، ومرة يتكلم عن السؤال بكلمة أعوذ بكلمة الله التامة أن هذه من كلمة الله غير مخلوقة، ثم يعود ويتكلم بخلل في السياق والعبارة والضمائر. حديث من؟ خولة بنت حكيم، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. استعاذة بالمخلوق شرك. إذا استعذت بالمخلوق وهو مثلك هذا الإنسان، أو تستعيذ بمثلا من الإنس أو من الجن أو من الحيوان أو من ولي من الأولياء أو بالقبر أو غير ذلك، فهذه كلها مخلوقة، لا يجوز استعاذة بالله بها، لا يجوز استعاذة بها. لكن هل القرآن مخلوق؟ لا، القرآن منزل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهو منزل غير مخلوق، فلا يجوز، فلا يجوز الاستعاذة به. يقول السائل يا شيخ، هل يجوز للإنسان أن يستعيذ بكلمات الله؟ نعم، استعيذ بكلمات الله. كلمات الله على نوعين، كلمات كونية وكلمات شرعية. يستعيذ بالله بكلمات الله التامات الكونية والقرآنية. نعم. فالرجل لا يحسن الكلام الشرعي، لا يحسن الكلام في العلم، ويتكلم في أمور فيها جهل عظيم، يعني ليست المسألة الأولى ولا الثانية ولا العاشرة. لذلك نصيحتي لهذا الرجل أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يترك هذا المسلك الوخيم. عيب، تعلم، تأدب يا ولد، لا تكن هكذا يعني تتكلم بجرم. الكلام في دين الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالكلام بدون علم هذا أمر عظيم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب يا فواز. الكلام في الله وفي شرع الله وفي دين الله بغير علم هذا من الكبائر. إلى متى؟ إلى متى وأنت تستمر في هذا المسلك؟ تعلم يا أخي، تعلم، تأدب، أصلحك الله وهداك. وهذه نصيحة أوجهها للشيخ ربيع حفظه الله شيخنا. يا شيخنا انتبه لهؤلاء، انتبه لهؤلاء، لا تجد، لا تثني على دوراتهم وعلى دروسهم وهم يتخبطون في العقيدة. يا شيخ اتق الله، علينا أن نراجع أنفسنا. شيخنا حفظه، حفظك الله، اسمع ما يقول لك الناصحون. هؤلاء عندهم تخبطات في العقيدة، هو وابن صفيق ومجموعة أخرى، وعندهم جهل. فيجب على كل ناصح أن ينصح هؤلاء بأن يترووا وأن يتريثوا وأن يتقوا الله وأن يتعلموا. أسأل الله أن يحفظك شيخنا ربيع وجميع مشايخ أهل السنة، وأن يصلح هؤلاء الشباب وهؤلاء الناس، وأن يتركوا التعالم ويتركوا الكلام بالجهل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الصوفية يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، نفى علم الساعة من باب التواضع، نفى الرسول صلى الله عليه وسلم علمه بالساعة من باب إيش؟ التواضع. طبعا هذا الكلام غير صحيح،
مردود من الأحاديث، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. فنقول لهم: لماذا لم يتواضع هنا؟ فنقول لهم: لماذا لم يتواضع هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن. والله أظن حتى جدتي ما تقول بهذا القول لو أنها حية. يعني ما رأي إلا الحاكم. فالفكرة هي فكرة يهودية. خرج عبد الله بن سبأ هذا إلى اليمن، ومر على بعض الناس، على السفهاء والغوغاء من الناس، وأقنعهم بأن عثمان عليه وعليه وعليه ملاحظات كما يراها. فالجهال منهم استمعوا لرأي عبد الله بن سبأ، فتواعد معهم في الحج أن يلتقوا في الحج، ثم ذهب إلى الشام كذلك وفعل نفس الفعلة واجتمع معهم في الحج، يلتقون في الحج. ثم ذهب إلى العراق ونفس الفعلة. المهم جمع من الشام ومن اليمن ومن العراق مجموعة من السفهاء الجهال، فاقتنعوا بهذا الفكر. فلما جاء موعد الحج خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي زعمهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فخرجوا على عثمان بن عفان وهو يقرأ القرآن، فقتلوه وهو يقرأ القرآن. ثم بعد ذلك بدأت الفتن وظهرت. قام جماعة آخرون قالوا: نريد أن نقتص من الذي قتل من عثمان بن عفان. فقال لهم علي بن أبي طالب: انتظروا حتى يعني تتضح الأمور. فقالوا: لا. حصل خلاف، خرجوا على من؟ على علي بن أبي طالب. يطالبون بمن؟ بدم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا في زعمهم، هم لا يريدون الدم، هم يريدون فتنة. المهم خرجوا على علي بن أبي طالب وهو رابع الخلفاء الراشدين في معركة صفين ومعركة الجمل، وهذه من المعارك المعروفة. خرجوا والله أظن حتى جدتي ما تقول بهذا القول لو أنها حية. هؤلاء الذين يخطئون في مسائل العلم ثم يقولون زلة لسان وسبق في اللسان وزلة شيطان وأخطأ وتراجعنا، وهم جهال لا يقال في مثلهم أنهم أخطأوا وتراجعوا فيستمرون في الدروس والتصدر وأنهم لا زالوا علماء. يا إخواني اتقوا الله في دين الله، هؤلاء يلعبون بدين الله بهذه الصورة. يا أخي تعلم، تعلم قبل أن تتكلم. دين الله ليس لعبة، مسائل عظيمة، هذا يعني في دروس منشورة، فكيف بالدروس الخاصة؟ على ماذا يقول للطلاب، وماذا يقول للعجم، وماذا يقول للصغار؟ الأصول الثلاثة التي تعرفها النساء وتدرسها إذا درسوا عند العلماء يجهلوا معانيها، هذا خطأ، هذا من التعالم. هؤلاء متعالمون متصدرون على غير علم، فإذا تكلموا وافتضح أمرهم نقول لهم: جزاكم الله خير على تراجعكم، ولكن لابد أن تتراجعوا عن أمر عظيم وهو أساس هذا الأمر، أنكم جهال، ما درستم عند العلماء ولا قرأتم في كتب العلماء ولا حصلتم العلم ولا شهد لكم العلماء الشهادة المطلوبة في علمكم. ومن عالم يزكي من يقول هذه الأقوال؟ ولو زكاهم عالم بعد هذه الأقوال والله لا يقبل قوله، لأن الحق أحق أن يقدم. بل نحن نرفع العلماء
يعني نقول إن العلماء إن شاء الله لا يزكون أمثال هؤلاء الناس إذا علموا هذه الأقوال صدرت منهم. فإذا بارك الله فيكم، انظروا إلى قول الفوزان الشيخ صالح الفوزان، وهذا في حق العلماء الخطأ الذي يعني لا يتنقصون به في حق العلماء، أما أن ينزل هذا في حق الجهال المتعالمين إنهم أخطأوا وتراجعوا وهناك من يريد أن يسقطهم، لا يا حبيبي، لست أنا الذي أسقطتهم. فالذين يريدون الحق قد ظهرت لهم دلائله واستبانت لهم علاماته، فهذه الوسائل قد كشفت هؤلاء الأغمار وفضحتهم، والأدلة قامت، ولم يبق إلا من ذكرت لكم يردد كلب البغاوات على سبيل التقليد. لا توجد أدلة، لا توجد أدلة. الأدلة موجودة وقد علمها حتى العميان، علمها حتى العميان، لكن كونك لا تراها أنت أيها المقلد أدلة هذا شأن آخر. وكون الأدلة لا تكون أدلة حتى تقتنع أنت أيها الببغاء المقلد بأنها أدلة هذا شأن آخر.